مرحبا، إليكم تفاصيل يوم آخر من محاكمة جوني ديب وأمبر هيرد. أجرى جوني ديب وأمبر هيرد اجتماعا عاطفيا بعد شهرين من تقديمهما طلب الطلاق، حيث طلب منها قطعه بسكين وقال: لقد أخذت كل شيء، تريدين دمي؟ خذيه. وذلك في فندق في سان فرانسيسكو في يوليو 2016. أخبر ديب المحكمة أنه طلب من هيرد مرارا وتكرارا قطعه لأن دمه كان الشيء الوحيد الذي لم تكن تملكه. كما استمعت المحكمة إلى محادثة هاتفية بين ديب وهيرد بعد الطلاق، حيث طعنت فيه بشأن مزاعمه بأنها ضربته. قالت هيرد: أخبر العالم أنني جوني ديب رجل، أنا ضحية للعنف المنزلي، وانظر كم من الناس سيؤمنون بك أو يؤيدونك. استمعت المحكمة من قبل إلى التسجيل المثير للقلق للحادثة، حيث أخبر ديب هيرد مرارا وتكرارا وطلب منها أن تقطعه قائلا بصوت منخفض: أنت تكرهينني. وردا على سؤال من أحد محاميه عن الاجتماع في سان فرانسيسكو، قال ديب: إن الاجتماع لم يكن جيدا بشكل خاص، لقد كنت مرتبكا للغاية، فقد تم استدعائي إليها في تلك المرحلة لأن كل الأخبار كانت تتعلق بحقيقة أنني فعلت كل هذه الأشياء الفظيعة العنيفة. التقيت بها على أمل أن تتراجع عن أكاذيبها، لم تكن مستعدة بأي حال من الأحوال للقيام بذلك، لم أستطع فهم سبب وجودي هناك، لقد سلبت مني كل شيء، لم يستطع أطفالي الهروب من حقيقة أن كل هذا قد انتشر عني. ولدى سؤاله عن سبب تهديده بإيذاء نفسه قال ديب: اعتقدت أن الآنسة هيرد أحضرتني إلى سان فرانسيسكو تحت ذرائع كاذبة، كان لدي سكين في جيبي، أخرجت السكين وقلت لها: اجرحيني هنا، هذا ما تريدين فعله، لقد أخذت كل شيء، وتريدين أن تأخذي دمي الذي بقي لي؟ رفضت، فقلت لها: إذا كنت لن تأخذيه، فهذا كل ما تبقى لدي، سأفعل أنا في النهاية، لقد كنت محطماً. لم يكن هناك تهديد للآنسة هيرد بالسكين، كان الأمر يتعلق بإراقة دمي، وكان الشيء الوحيد الذي لم يكن لديها، لقد كنت محطما جدا. كما استمعت المحكمة إلى مكالمة هاتفية مثيرة بين هيرد وديب، قال فيها إن المحكمة حدثت في وقت ما بين مايو ويوليو 2016. قال ديب في تسجيل صوتي آخر: يجب أن يتوقف هذا، سمع وهو يبكي ويقول: لا أعرف كيف أستعيد سمعتي. قال ديب لهيرد: نكتب رسالة معا نقول فيها إننا سنخرج هكذا، ونقول إن وسائل الإعلام قد خلقت عاصفة كراهية لدرجة أنها مقززة، وأننا نحب بعضنا البعض، وأننا سنتأكد من أننا على ما يرام. أجابت هيرد قائلة: ليس لديك فكرة، لقد تم أخذ كل ذرة من المصداقية مني، وفعلت ذلك بطريقة غير شريفة. قال ديب: موضوع الإساءة علينا التعامل معه، لقد وضعته هناك، سمع صراخ: لا لم أفعل، لقد أجبرتني على ذلك، لقد أجبرني فريقك على الذهاب بهذا إلى الجريمة، ابحث عن الجدول الزمني. يبدو أن هيرد تخلت عن محاولة إقناعه وقالت: انسى الأمر، أنت لا تصدق ما أقول، لم أختر هذا. أجابها ديب: لم أضع هذا في أي مكان، اسمحوا لي أن أتحدث إلى الفريق اللعين. يبدو أن هيرد تطرقت إلى جدالهما الأخير قبل الطلاق في 21 مايو 2016 عندما ادعت أنه ضربها بهاتف. قالت: لم أستدع رجال الشرطة، لم أعطيهم أي بيان، كنت أحاول حمايتك. في المرة الأخيرة التي جن جنوننا بيننا اعتقدت حقا أنني سأفقد حياتي. قال ديب: لقد فقدت أصبعا رائعا، كان لدي علبة من المشروبات الروحية ألقيتها علي. أجابت هيرد: أخبر الناس أنها كانت معركة عادلة، وانظر إلى رأي هيئة المحلفين والقاضي، أخبر العالم أنني جوني ديب رجل، أنا ضحية للعنف المنزلي، وانظر كم من الناس يؤمنون بك أو سيؤيدونك. قال ديب عندما سئل هل ما قاله صحيح، أجاب: نعم هذا أنا، وقلت ذلك. في وقت سابق من اليوم سأل فاسكويز ديب عن شعوره عندما نشرت هيرد مقالة افتتاحية عن سوء المعاملة نشرت في صحيفة واشنطن بوست. أجاب قائلا: تؤذيني، جرح أعمى، كان الأمر كما لو أن شخصا ما قد ضربني في مؤخرة رأسي بشيء صلب، وكما قيل لم يكن لدي القدرة على التحدث، لقد تم إغلاق فمي، وكانت هذه هي الفرصة التي اعتقدت فيها أنه يجب القيام بشيء ما، ولم أستطع استغلاله بعد الآن.
وفقا لعقده الذي تم تقديمه كدليل، حصل ديب على 25 مليون دولار لدوره ككابتن جاك سبارو في الجزء الخامس من Pirates of Caribbean. قال: لم أفهم تماما بعد تلك العلاقة الطويلة والعلاقة الناجحة، بالتأكيد بالنسبة لشركة ديزني التي كنت مذنبا فجأة حتى تثبت براءته. أنا صدمت من إبعادي وأحس بأن هناك خيانة. أنا مثير للشفقة عندما يتعلق الأمر بمعرفة الأفلام التي صنعتها. أشعر بتحسن لعدم مشاهدتها. ما هو السؤال مرة أخرى؟ في تلك اللحظة ضحك الحاضرون بصوت عال في المحكمة وتضايق القاضي. استمعت المحكمة إلى بين كينغ مدير المنزل في أستراليا، حيث حصل الشجار بين ديب وهيرت في عام 2015، مما أدى إلى قطع أصبع ديب. قال كينغ إن هيرت كانت تبكي بشكل هستيري عندما وصل إلى المنزل. كان الطبيب الشخصي لديب ديفيد كيبر يفتش في سلة المهملات بحثا عن طرف الإصبع. نزل كينغ إلى الطبقة السفلي في البار للبحث عن الطرف. قال وهو يصف المكان: أثناء السير إلى البار رأيت التلف، طاولة تنس، طاولة مكسورة، الكثير من الزجاج المكسور، علب متناثرة وفوضى كبيرة. كانت منطقة البار بها أكواب مكسورة وزجاجة فودكا مكسورة وقطرات دماء على الأرضية المبلطة باللون الكريمي وطاولة بينج بونج منهارة وأعمال الجبس المكسورة خلف البار، وتم إخراج جزء من سطح البار الرخامي. مباشرة في نهاية الشريط كان هناك قطعة من ورق المطبخ مع الكثير من الدم. كان طرف الإصبع داخل تلك القطعة الورقية المكسورة على الأرضية المكسوة بالبلاط بجانب أحد مقاعد البار. جمعته من منطقة المطبخ وسرت عائدا إلى المطبخ وحصلت على كيس بلاستيكي صغير، وضعته هناك ووضعت فوقه بعض الجليد وسلمته إلى الدكتور ومرافقه اللذين كانا حريصين على إسعاف ديب للمستشفى بسرعة لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة توصيل الطرف. وأضاف: كان هناك دماء على الأرض ودماء على الجدران، وكانت هناك لطخات على الحائط. وسبق للمحكمة أن استمعت إلى ديب كتب على الدم بأصبعه على الحائط. قال كينغ إنه في المطبخ كانت هناك أكواب مكسورة وبرك من السوائل على الأرض. في غرفة الجلوس كانت هناك قطرات من الدم على الأريكة، وتقطر الدم على الوسائد وتلطخ كل شيء، والتلفزيون المثبت على الحائط به تشققات مع بقايا فنجان قهوة ملقاة حوله والقهوة على الأرض. في الغرفة التي تم تحويلها إلى استوديو فني كان هناك فرش للرسم، طلاء ودماء على الأرض ومصابيح مكسورة. وفي إحدى غرف النوم كان هناك قطرات دماء على اللحاف ومصباح مكسور أيضا. أما في غرفة النوم الرئيسية كان بها قطرات دماء على الأرض ودماء على أغطية اللحاف ومصباح آخر مكسور. وكتب أحدهم بلون أحمر الشفاء على المرآة: اتصل بكارلي سيمون. قالت إنها أفضل يا حبيبي. كما كانت هناك كتابة بالطلاء الأسود على المرآة. وردا على سؤال من أحد محامي هيرد عما إذا كانت تكلفة إزالة الضرر تبلغ 75,000 دولار، أجاب كينغ إنه يعتقد أنها كانت 50,000 دولار. سنعود مع تفاصيل أكثر. شكرا لكم.